ترأس المطران خريستوفوروس حنا عطلة في دير السيدة العذراء ينبوع الحياة بدبين قداسه الاحتفالية الأول، وذلك عقب قرار المجمع المقدس ترقيته لهذه الرتبة، وبمعاونة لفيف من الآباء الكهنة وحضور جمع من المؤمنين رفعت الذبيحة الإلهية على نية سيادته وخدمته الجديدة، ضارعين لله أن يمنحه البركة والمعونة في خدمة كنيسته ورعيته. وتحدث المطران خريستوفوروس في عظته قائلاً: إن نعمة الله التي أعطيت إلينا من خلال الخدمة الأسقفية هي صليب، ومسؤولية الأسقف في الكنيسة أن يكون خادماً كما كان المسيح، فالهدف هو خلاص أنفس الرعية من خلال الحفاظ على أبناء الكنيسة ملتئمين حولها يعيشون كلمة الإنجيل ويمارسون حياة القداسة. الأسقفية هي خدمة، هي صليب، ومسؤولية الأسقف في الكنيسة أن يكون خادم كما كان المسيح. مسيحك أتيت لأخدم وليس لأخدم. حدد هون من يجب كيف لازم يكون رئيس الكهنة في الكنيسة. فرئيس الكهنة في الكنيسة هو خادم للشعب، هو خادم للمؤمنين. هدفه الوحيد والأصيل والرئيسي هو خلاص نفوس أبناء الرعية. فقط إنه كيف بده يخلي أبناء الكنيسة إنه يكونوا قريبين من لترجية الكنيسة، من حياة الكنيسة، يعيشوا حياة القداسة، يقدروا يعيشوا أسرار الكنيسة، حتى يكونوا أعضاء أحياء في جسد يسوع المسيح، حتى يقدروا إنهم يخلصوا. هذا هو هدف الأسقف، وهذا هو هدف الكنيسة، وهذا هو هدف الكهنة والأباء الأجلاء، كل واحد في رعاياه. كيف بدنا نخلص أبنائنا؟ كيف بدهم يضلهم قريبين من الحق والحقيقة؟ اللي الحقيقة اللي هي بتحررنا، اللي هو يسوع المسيح وإيماننا فيه، لما بنتحرر من أهوائنا، من شهواتنا، من خطايانا، من إنساننا العتيق، ونحن متحررين من هذا الإنسان العتيق، نلبس الإنسان الجديد اللي هو إنسان النعمة، إنسان القداسة، إنسان المنبعث من القبر الخلاصي الرب والمخلص يسوع المسيح، الإله الكامل والإنسان الكامل. أبنائي شكراً لكم، صلوا دائماً لربنا إنه يعطينا كل نعمة وبركة، يحمي الدير لأنه بدايتنا كانت من الدير، والدير رح يكون مركز لإشعاع مسيرتنا الروحية وسياسة الكنيسة في الأردن من هلأ وطالع. هو رح يكون المركز اللي منه رح تنطلق الحياة الروحية الرهبانية في الكنيسة، حتى تقدر إنها تدعم أبناء المؤمنين من خلال الصلاة، لأنه الأديار هي الصلاة، حتى تقدر إنه تكون إشعاعها يبث لقلوب أبناء الكنيسة. منصلي لربنا إنه يعطي الأم إيرينيا رئيسة الدير، أخويتها الراهبات كاترينا وثكلا والمبتدئات، وكل الإخوة والخوات اللي رح يكونوا في هاي المسيرة ويشاركونا فيها، إما كانوا هلأ الشباب ورح يدخلوا في الكهنوت، لأنه الكنيسة رح تفتح أبوابها للأبناء الحقيقيين اللي بدهم يخدموا حتى يلتحقوا بالإكليروس ويكونوا معاونين إلنا، حتى نقدر كلنا مع بعض نعمل واجباتنا في خلاص نفوس أبناء الرعية. أبنائي شكراً لكم، كل سنة وأنتم سالمين، نعمة ربنا تكون معكم وتحميكم وتبارككم في كل خطوة من خطوات حياتكم.